يبارك فيك عزيزي نصير آه يعني دخلتك الأولى من الباب كانت حلمية يعني مباشرة أخذتني إلى الحلم ورفقة العود هي رفقة حالم كبير أريد أن أعود بك إلى حلمك الأول ذلك الطفل الذي كنته في بغداد كيف وأنت في سن الخامسة تحلم بعود وأنت الذي لا عود في بيتك ولا أحد يعزف العود في بيتك عن كبر واحد يفسر يبدي يلاقي حلول للأسئلة القديمة اللي كانت تراودنا كنت أجلس على سدة الكوت سدة الكوت واحد من أهم السدود بالعراق وأتأمل حركة الماء والأسماك بالآلاف مئات الآلاف من الأسماك اللي يتقافز وكان كأنه المستقبل يتقافز مع هذه الحركة كأنه هذا الحراك المتواصل هو نفسه اللي تبعت لحياتي فيما بعد كنت أرى الحلم كيف ممكن يخرج من تحت بوابة ويخرج من بوابة ويطلع يمشي يمشي إلى المستقبل وأعتقد أنه المواهب ربما إذا كنا موهوبين يولد معها دليل هذا الدليل يمكن هو اللي يقود الإنسان وهذا التفسير الوحيد لأن ما كنت شايف عود ولا شايف عازف أمامي ولا شايف حفلة لايف ولا طفل عمري خمس سنين لكن احلامي كانت مع هذه الاله اللي بهالشكل حتى قبل ما نعرف اسمها العود. يعني كنت تطلب الحصول على هذه؟ اطلب الحصول الآلة. عليها تحديدا وما اعرف اسمها، وبعدين رفضوا المعلمين يعلمون الموسيقى لعدم وجود اله عود صغيره، وبعد ما عملنا بيوت العود وفي الورش اول شيء عملته اني صنعت اعواد لعمر خمس سنين. يعني لكي يصير العود متاحا للطفل للكل بعد ما يجوز الحلم يجلز. ما يتاجل واحيانا يتغير مساره يعني لا. انا يمكن كان لا اكون انافسك بالشعر بالروايه بالك. <applause> لا حقيقه الاحلام لا تحتمل التاجيل ابدا ولكن تحتاج ايضا الى ان تسند بالمعرفه وانت بسلاسه مررت من مرحله الحلم الى مرحله المعرفه وعوض اطلب العلم ولو في الصين انت طلبت العلم في صالونات الحلاقة حدثني <applause> عن محمد الحلاق <applause> الله يرحمه يا احمد الحلاق هذا كان يجتمعوا عنده كل الشيوعيين والشيوعيين هم المعروف <applause> ان هم المثقفين <applause> وثقافه حقيقيه كانت يعني من تقولوا مثقف يعني بجد وتحس انه كل المجتمع يحبه حتى الناس اللي ما تفهم شنو معنى كلمه ثقافه او ما تعرف اي جمله هو يقولها بس يحترموه الناس فحبيت اشوف ماذا يشكلون هذا هؤلاء لماذا لديهم هذه الهيبة م. وهم لا منصب ولا مال ولا جاه على العكس من ذلك الحكومة اللي هي يعني كان يحكم حزب البعث عندهم كل هاي الأشياء بس الناس ما تحبهم تخاف منهم في فرق بين أنك تخاف من واحد لأنه يوديك للسجن وبين واحد تحترمه لأنه عقله مليان فحبيت أمشي على هذا الخط المليان وكان يجتمعوا كل يوم اثنين في عطلة الحلاقين معروفة عطلة الحلاقين يوم الاثنين فقررت أني عن طريق والدي أنه أشتغل عند الحلاق فاستغرب شنو السؤال قلت له أنا أريد أشتغل عدد. بعد إصرار أيام كلمه فقال إحنا نحب نصير يعني وجهة خير علينا فأنا يعني أريد عندي فبديت أتواجد يعطيني إجازة يوم الاثنين أقول له لا يعني هو يومي هذا هو الأساس لأنه كان يقفل الستارة ويبدي حديث وقت الظهرية الحر كان في مكان هو الصالون مكيف فيبدأ يدور الأحاديث كنت مثل المسجل اللي يلقط كل شيء يلقط بس كأنه سفنجة تسحب كل الماء الموجود بعد فترة بدأوا يسألوني بعض الأسئلة قالوا لي إذا ما جاوبت بعد ما تبقى معنا هم يعرفوا يعني إخواني الكبار يعرفوا يعني خلفية العائلة فلذلك سامحي لي لأنه كانوا حذرين وفعلاً في فترة الـ يعني الـ 73 و72 أنا كنت ما زلت طفل آه تم اعتقالهم ومو بس هؤلاء كل الشيوعيين اللي في المدن هجموا على بيوتهم أخذوا مكتباتهم اللي لقوا عنده كتاب الشيوعي راح فيها واللي هرب هرب على الاتحاد السوفيتي سابقاً لكنه استفدنا من تلك المرحلة فائده كبيره جدا. ولكن يعني انت مشيت على نهجهم لان بالنهايه في 1900 اتصور 98 89 89 اسف إيه؟ في 1989 تعرضت للاعتقال إيه؟ وكان اعتقالا صعبا لانه كان مفتوحا على حكم بالاعدام. إيه؟ انا بغيت نعرف اولا حيثيات هذا الاعتقال ثم هل فعلا كان الرئيس رئيس ذلك الزمن صدام حسين قد اعتذر على شاشه التلفزيون على اعتقالك؟ يعني اكثر من وزير من الوزراء اللي كانوا يعني كلموني يعني من بعد الاجتماع وقالوا يعني مبروك اليوم كان يسموه السيد الرئيس ويقول لك سيد الرئيس الله يحفظه بهالشكل يعني ودعواتهم ما استجيبت فكان يعني كلموني يهنوني انه الرئيس لاول مره يعتذر من احد فقال باجتماع مع كل مدراء الثقافه والاعلام واحد المدراء العامين كان هرب وبهروبه جمعهم صدام وكان يقول لهم انه احنا ما نطالبكم بوطنيه نصير شمه اللي اعتقلنا وادينا عائلته ولكن لما شعبه تعرض لمحنه اختار ان يقف مع شعبه وهذا قدر المواهب الكبيره ومن هالكلام فهذا كان بمثابة يعني اعتذار رد اعتذار, اعتذار ولكنه أنا يعني كنت يعني حاسم أمري في أني لا أجتمع بي, ولا بمن يقرب مني لا لأنه كانت فترة صعبة لأنه ربما فترة في السجن ولم تأخذ فرصتك لكي تغادر السجن تماما لأنه من السجن مباشرة على الجندية وعلى سنتين كانت سنتين. بعدها صارت حرب الخليج الواحد وتسعين ثانية وبعد ما خلصت الحرب انا كنت يعني كان على فكره كان مصيري تماما يمكن ما اكون جالس امامك الان وفي بيتك، كان ممكن اكون في مكان اخر او رحلت او اي شيء لانه كنت مقرر اتوجه للعمل السياسي تماما والعمل السياسي للتغيير يعني مو العمل السياسي فقط لاجل حزب او شيء. لكن تدمير العراق بال91 حسسني انه مشكلتي تافهه امام بلد كامل انهد بلد كامل انهد فكانت انه مساله شخصيه صغيره هذه انه واحد ينسجن باعتبارتها لا شيء امام هول ما حصل للعراق فقررت انه الناس اللي وقفوا لي بال وانا بالسجن وانا بالفتره هذيك وكانه كانوا يضامنوا ضد النظام ارد لهم الجميل واشتغل من اجلهم وفعلا من ذاك الوقت بدا عملي الانساني بعد 40 يوم من وقف اطلاق النار حرب ال91 لا ومن ذاك الوقت بدات تمارس حضورك كمؤرخ للاهوال العراقيه و... موسيقيا موسيقيا وبعود طبعا. طبعا وانا هذا الكتاب هذا ايه؟ كتاب التاريخ المليء بالفجائع سويت كثير أن كثير اريد ايه؟ ان نفتح عملت <applause> الحياه الحرب السلام كانت قطعه هي فعلا ارشفه لما حصل في حرب العراقيه الايرانيه وما سميتها النصر سميتها الحياه الحرب السلام وعملت قطع أخرى وعملت على الانتفاضة الفلسطينية أيضا أرشف كثير ثورة وأمل بعد عار الأرض ما في عار كان قول لعبد اللطيف عقل الله يرحمه وكثير أعمال اشتغلتها في هذه الفترة ما بين العراق وأيام وجودي بالأردن للانتفاضة الفلسطينية كانت هي فعلا كلام يعني حقيقي أنه كانت كاميرا ترصد كل شيء العود تحول إلى كاميرا يرصد كل شيء صحيح ونحن نريد أن نطل عبر هذه الكاميرا <applause> اختر لنا القوه التي تناسبك نشوف شو يطلع <تصفيق> <تصفيق> جزء من سكون الليل في بغداد بعد ال 91 بعد وقف اطلاق النار ما كان في صوت في بغداد لا في بنزين لسيارة ولا عجلة دور ولا أي نوع من صوت محرك كل شيء كان الجسور ناكسة في الأنهار والحياة متوقفة تماما خذت العود ونزلتها على ممر على دجلة وبديت أسجل هذا الصمت والعود ربما من الالات الموسيقيه النادره التي يمكنها ان تلتقط الصمت. التقطت الصمت وهذه من القطع اللي هي شوف كم سنه صار لها قديمه نزلت باول اسطوانه في باريس من معهد العالم العربي من 94 لليوم ما زالت من الاسطوانات الاكثر مبيعا في باريس والعالم لانه فيها اهم القطع اللي ظهروا في هذه الفتره كلها فتره بعد الدراسة والتخرج والأحداث اللي مرت فيها فكانت خلاصة كل هذه التجربة لا حقيقة يعني الآن حتى الصوت يريد أن يغادرني بعد ما سمعت صمتك <applause> معزوفا على آلة العود ولكن أنا أعود إلى نفس مرحلة الأهوال العراقية وأتذكر يعني ملجأ العامرية كيف اشتركت فيه أولا لأنك ساهمت في اخراج يعني الجثث المحترقه والمتفحمه هذه كانت آه هذه كانت من اصعب اللحظات يمكن اللي القاسيه اللي الانسان يشوفها، يعني الحرب بحد ذاتها مو قاسيه لما انت تواجهها بنفسك. اللي يحصل لك يحصل لك تعيش ما تعيش تصاب لكنه ان تشوف انك انت غير قادر على حمايه اكثر أطفال من مئات الاطفال 840, 840. ممكن يقالوا 400 طفل مو صحيح صحيح أبدا مو صحيح قبل يومين بلندن كنا نتكلم في هذه النقطة وكانوا ناس من, من العامرية من نفس المنطقة كانوا معي وأيدوا كلامي ساكنين في العامرية في المنطقة الموضوع جاوز ل من الجثث اللي احنا شفناهم بعيننا لكن الدولة بوقتها ما كانت تريد تكبر القصة على الشعب العراقي لأنه هو خطأ حكومي لأنه الملجأ مخبأ تحت الأرض الرصد وتبلغت الدوله انه هذا المكان الرصد فقالوا كل حرب لها خسائرها اوف إيه لانه هو زار للملجا قبل ساعه وطلعوه بسرعه منه يعني بوقتها صدام زار المخبا هذا فبلغوه انه المكان الرصد فقال كل حرب لها خسائرها بالوقت اللي كان ممكن يفرغوه يفرغوه بس كان المجد. مفتكر انه هذا راح يسوي ضغط دولي بس احنا خسرنا عدد مهول من الاطفال فيه فبعد ما طلعنا الاطفال وبعد ما صفوا الماء الحريق من فوهه الصاروخ منين دخل الصاروخ هذا كان يعني ظل المكان لسنه كامله في رائحه الاطفال عجيب وعلى فكره انا ملجا العامريه من معزوفاتك التي سمعتها كثيرا وكنت دائما وفي كل لحظه انتظر مقطع صفاره الانذار وافكر يعني في قوة العود الخارقة يعني العود الذي يعزف الصمت كيف يحاكي صفارة الانذار؟ طبعا اليد الماهرة ايضا هي الفكرة انه كانت مثل الحاجة ام الاختراع انه انا اريد اعبر عن كل شيء بالعود فقط يعني بعدين لما نجحت القطعة واشتهرت بكل انحاء العالم وكتب ما كتب عنها يمكن اللي كتب عنها كتاب يصير العمرية وحدها كقطعة لكن بعد ذلك سويتها للاوركسترا للعود والاوركسترا وصارت حجمها يعني قطعة كبيرة قدمتها من فترة في مونتريال مع الأوركسترا المتروبوليتان الأوركسترا سيمفوني تقريبا 75 عازف كان لما تسمعها يعني عمل مرعب تحول لأنه فعلا مع الإيقاع مع التمبني الطبول ومع الآلات وآلات النحاس بس أنا حبيت في البداية أسجل مشاعر هذه الناس بالعود فقط لأنه هو اللي كان شاهد داخل الملجأ بس وبعد ذلك ممكن تتحول إلى قطعة عامة، العزف أحياناً يجعل عاشق العود طبعاً وعاشق العزف حينما يحب عازفا ما وهو يراقبه ويتابعه وينخرط معه في الطقس يتخيل العود عضوا من اعضائه لان يعني الطريقه التي تحضن بها العود وحس كما لو انه تسرب الى جسدك وانت تسربت اليه فيصير عناقا تاما مكتملا يمكن صديق الشاعر عدنان الصايغ هو اكثر واحد وصف هذه الحاله بانه قال في ذراع ينبت ثالث العود يصبح ذراع ثالث ينبت الجسد هذا لما كان يوصف احدى الحفلات اللي كان حاضرها لي و بعمل بنص يعني شعري فهو فعلا هذا الكلام كان بال 86 يمكن كتبه عدنان الصايغ صديقنا وحبيبنا صديقي ايضا اي اعرف اكيد أنا. اقول صديقنا <تصفح> فانتبهت من ذاك الوقت الى اهميه اي تفصيل اي تفصيل عند الفنان مدروس واي تفصيل مرصود ولازم اذا اذا ايجابي لازم يتعزز واذا سلبي لازم يختلف صحيح ولكن شوف الان كيف انك كعازف كيف انك تدغم العود في جسدك قبل روحك ولكن ايضا لاحظ حينما تفقد جزءا من جسدك يعني كيف ان العود ايضا يحاول ان يعني ان يتضامن على فكره هذا يعني طول الوقت كنت متوقع هذا الشيء يعني متوقعة سوى لي أو لآخرين لأنه يعني إحنا نعيش في بلد صار من 82 حروب لهاللحظة اللي إحنا فيها مع بعض ما ارتحنا من أبدا من الحروب فكل شيء متوقع بالعراق يعني أنت تمشي ما تعرف أنه شو اللي راح يحصل بعد دقيقة فمن شفت صديقي وغيره اللي انبترت يديهم وصار عددهم مئات الالاف يعني 75 الف مثلا معاق مبتور يدعب يعني نقول معاق بس يعني العوق ضربه يعني ما, ما لها تفسير ثاني فأحدهم هو اللي هديت لطريقة العزف بيد وحده وفكر في قصة حب شرقية قصة حب شرقية خليتها وآخر انضربت أصابعه يعني بكيبل كهرباء فبقيت عند أصبعين أيضا عملت له قطعة يعني حاولت أن أقرب فكرة أنه العود يبقى معك اذا عندك اصبع واذا عندك كف واذا ما عندك ذراع كامل يعني صحيح. بكل الاحوال لازم يبقى معك لا وهي فيها هذا الموقف الانساني والوجودي والدرامي العالي ولكن مثلا احيانا تلقى هناك من يقول بان نصير شما يا اخي يستعرض مهاراته يعني طبعاً وهو يعني هي مش قضيه مهاره لا بس هذه شنو هاي كانت في البدايه بعدين الناس لما عرفت انه الموضوع مو استعراض وبعدين احنا ليش ننبهر لما نشوف بيانيست يعني او اي واحد اجنبي يستعرض مهارته ما هي مهاره إذا ما العيب ما العيب في استعراض المهارة <applause> هي مهاره <applause> يعني مثل واحد يقول لك هذا آه الموسيقى للنخبه طيب وهي النخبه تستحق موسيقى صحيح. النخبه مهمه تعبت على تكوين نفسها صحيح. واصبحت نخبه فهي بالتالي طبيعي انه صحيح. يكون الشغل لها بالبدايه صحيح. انا بالمناسبه اتمنى ان نسمع من اغنيه حب شرقيه ليس من باب تلقي المهاره ولكن من باب التضامن طبعا شو رأيك؟ كل سرور هي تبدا بيد واحده وتتبعها اليد الثانيه وتصبح مساحه الوتر هي الحياه اللي يلعبوا فيها قصتي الحب يعني جميل. الرجل والانثى Thank you. فصيلة السيقا مقام مهم يعتبر ومقام عربي وأبعاده دقيقة يحتاج يعني حتى بالإيتين يحتاج تركيز عالي يعني فيها تحد أكثر من تحدي أكثر من تحدي أرد أشوفهم من أي شيء ومن قدمتها الطريقة أول مرة قدمتها بعمل لأم كلثوم قلت لهم إذا عرفتوا العمل من خلال اليد الواحدة ممكن تغنوا معي كانت في مسرح الرشيد ببغداد سنة 86 وكانت فعلا نخبه المسرحيين والشعراء والفنانين والكل الـ يعني الـ نخبه طيب. النخبه حاضره طيب. فكان رد فعل مهول في يومها من من الحضور وهذا اعطاني دافع على انه ابقى لحد هذا اليوم في مجال التجريب في الموسيقى صحيح. طيب. وهذا الشيء بالنسبه لي ما يتوقف وعمري ما توقفت عند الكلام اللي المقصود منه تعطيل بالعكس اسمع وكل انسان وانت تمارس الادب والكتابه وال... فتعرف انت نفسك وين وين ضعفك وين قوتك صحيح لما تقرا نص تعرف انه الغايه منه انه لمصلحتك يعطيك اشاره جيده تاخذ فيها صحيح لما تشوف انه لا هذا واحد فاشل ويحب يحملك فشله ف بكل الله ي... يعني. الله يهديه الله يهديه يعني انت بالنهايه مشغول بالطاقه الايجابيه بس التي تدفعك أنا مشغول بالمستقبل ما عندي بالضبط. فرصه لا لي ورا ولا عندي فرصه اضيع الوقت بالحاضر دائما صحيح. نظرتي صحيح. في المستقبل لا احنا قبل قليل تحدثنا عن المهاره واستعراض المهاره ولكن يعني بالنهايه المهاره بدورها تحتاج الى تمرين يوميا العازف الماهر على الاقل 8 ساعات يوميا على الاقل تخصصها على الاقل 8 ساعات تخصص للموسيقى سواء كانت قراءه كتابه او سماع او عزف، بس صحيح. في مجال تخصصك على الاقل ثمان ساعات وهذا كل المحترفين بالعالم يسووه. اصوات العود لا تقارن باصوات اي اله اخرى. يمكن هو إنه رب... خصوصا بالنسبه لنا هي هويتنا، بحب. فممكن هذا الانطباع يعني وياه. احنا صحيح. نحس فيه لانه هو بجيناتنا، لانه صحيح. هذا جزء من ثقافتنا حتى اللي في الجينه عند الوالد والجد وهو صحيح. كان مع العود ما كان مع غير اله صحيح صحيح لهذا نحسها كما لا نحس اي إيه؟ اله اخرى ونحس ايضا يعني حتى في حالتك مثلا وحس ان الفرد والجماعي يستخبان في صحيح. بينهما يعني صحيح آه يعني ريشه نصير مع مع اجنحه متعدده إيه. <applause> داخل إيه السولو غير شدا السولو تاثيره إيه. اذا اذا العازف مستعد وقوي إيه. وعنده عنده رؤيه وموضوع الحقيقه السولو عنده تاثير يعني عنده سلطه مثل نص محمود درويش على المسرح صحيح هو هو ذاك يعني دائما بمنطق تعدد الاصوات أي. يعني وتعدد الانغام وما اليه في العود يعني كما كمان انك معني ايضا طبعا معني بتدريس الشباب والطلبه وكذا هذا معروف ولكن ايضا معني بايقاع الاجيال الجديده والمقبلة بالعود طبعا هذا أفكر مهم جدا هذا مهم, مهم, جدا الموضوع ولهذا ربما ليل بغداد والبوم لم لا ربما كان مندورا لهذه الغاية لم لا تحديدا مم. أكثر لأنه ليل بغداد عندما ظهر ظهر خط تماما مختلف عن السائد مم. وعن السابق لذلك شكل علامة فورا والناس بدأت تسأل مم. عن تفاصيل وبدأ ينتشر بشكل كبير لكن لم لا, لا انا عملته للجيل اللي هو التين ايجرز هذول اللي هم الان ما يسمعوا غير, يعني. غير الغربي ما عندهم شيء غير الغربي الايقونات هي غربيه الامثله غربيه الموسيقى اللي يحبوها ويسمعوا شيء عالي مش عادي اللي يسمعوه هو الاعلى على مستوى الغرب وهذا الشيء ايضا يبين لك انه الطفل بتلقائيته هو يسعى الى الكمال حتى في التقاطه بدون ما يعرف بس من يسمع ما يلاقي موسيقى عربية إلا الرحابنة أو الرحبانية قريبة من الأسلوب الغربي اللي يحبوه الأطفال لذلك يحبوا فيروز يحبوا ماجدة يحبوا جديدة يعني في الفترة الأخيرة هبة طوبشي يحبوا هذا الجيل الصغير فكرت انه طيب وبعدين يعني بعد عشر سنين دول راح يكبروا دول هم يصيروا الجيل من راح يحضر كونسرت لطلابنا اللي بدنا نخرجهم من راح يسمع موسيقى عربيه وهذا حاصل في تركيا وحاصل في دول عديدة أنه في انفصال بين التراث بين الم... الأصالة اللي يملكها الشعب وبين الحديث فقلت بديت أشتغل تجارب على ليل بنتي أنه شنو الموسيقى شو تسمع تعالي شاركيني أنت أخذي السماعة وأنا السماعة ألاقي تسمع أشياء هي في غاية الأهمية والإتقان فقررت أنه أسوي هذا الشكل بس أحافظ على جوهر العود اشتغل بالتكنو المتقدم جدا في الموسيقى واخر القاعات واخر الاصوات واخر المؤثرات اللي موجوده لكن العود يبقى هو هو الماده الاساسيه بس بطريقه اسوقها لهم عبر هذا الشيء اللي هم يحبوه. جميل فينا, فينا ناخذ فكره بب... ما صعب ي... نحتاج لانه هنا... هذا يحتاج اوركسترا تكنو كامل كامل يعني تقنيات وبعدها يدخل العود والعود مفرحة. يدخل فسميته لما لا لا واي نوت؟ <applause> لماذا؟ <applause> نمشي احنا في التجريب طول عمرنا وهذا الجيل يحب الشيء اللي فيه شيء غير متوقع لذلك السيدي كل ربع دقيقه في في انتقاله غير متوقعه واخذت سنتين كتاليف قبل ما ندخل استوديو ونسجله وصار سنه انا معتقه حتى اكون متاكد انه هذا لما يدخل الى يصافح الاذان والاسماع في العالم يلاقي فورا نفاذه والان انا متاكد انه يصلح ينزل للناس. ممتاز وانا ايضا اتمنى ان الصفرة التي حضرت لك تلاقي هوا ايجابيا في نفسك. اذا كانت نباتيه. هذا شرط يعني؟ اذا كانت نباتية. ضروري؟ نباتيه طبعا. وستكتشف بنفسك ان شرطك اخذته بعين <applause> الاعتبار حتى دون ما تخبرني. آه شكرا. لاحظ ان نباتيتك اخذت بعين الاعتبار. ممتاز في هناك سلطه يونانيه. <تصفيق> <تصفيق> شويه منها. يعني خلطه فيها شويه ديال. مقلية بالبيستو هذه صوص طيب انا احبه هذا. تحبه ها؟ ايه شكرا. هذه يعني ياك؟ ياك. نعطيك شي شويه من. لا هذا مقلي ما. حتى المقليات لا. يعني أنا م... ليس فقط اللحوم يعني حتى المقليات هذا <applause> يعني قد يبدو متعب في الدعوات لكنه م. ابدا مو متعب يعني المساله بسيطه جدا أه بالمناسبه في المغرب يعني لم احس بها اخيرا لانه في, في, في الكسكس دائما في الخضار وفي كثير <applause> السلطات يعني عشرين صحن ينزل سلطه كلها نباتي صحيح فما عندنا مشكله بي. انا مره مره كان عندنا اصدقاء مصريين في المغرب وكنا نتعشى وضعوا السلطات السلطات حتى ان احدهم صار يصرخ يعني قالوا يا عم فين اللحم؟ والله جاي الطاجين <applause> هذه فقط مقبلات <applause> لا بالنسبه لي المطبخ المغربي يعني احد مو بس بالنسبه لي يعني العالم ايضا يعتقد أنه هو واحد من اهم المطابخ الثلاثه بالعالم اذا ما كان هو الاهم لانه صحي جدا يستخدم زيت الزيتون نباتي كثير كل الالوان اللي يجب ان تكون على الطاوله موجوده فيه فهذه شغله مهمه جدا و واذا ترجع شويه بالتاريخ راح تلاقي اولا المغرب كونه بلد عريق وراسخ ما عنده تغيرات مثل ما هولاك دمر بغداد صحيح. ومثل ما كثير دول تقطعت فيها الحضاره المغرب كانت مستقره سنين طويله فهذا الاستقرار ولد مطبخ راسخ و وكلاس كلاسيك وتقاليد رصينة حافظت عليها الأسر يعني سواء المالكة أو الأسر المغربية صحيح. فهذا شيء يعني مهم يعطيك أيضا قراءة للشعوب الطبخ هو قراءة لمستوى الشعوب صحيح. اقتصاديا ذوقيا ثقافيا حضاريا واستقرارا صحيح و وفي مطبخ الخليفة اللي هو كتاب سووه زمن هارون الرشيد الخليفة كيتشن اسمه مطبوع بالانجليزي وقدمها الى الملك الإنجليز لما اجى شاف المائده في بغداد قال هذا كذب ما في اكل بهالشكل فطلب من, ال من هارون الرشيد انه يعمل لها وصفه الاكلات كلها فعمل كتاب سموه الخليفه مطبخ الخليفه عجيب تشوف به كل الاكلات اللي موجوده بالمغرب اليوم 80% منها كان موجود في بغداد ايام هارون الرشيد وراح للاندلس وبعد ما انهار الحكم العربي بالاندلس راجعوا الفاس والمراكش وبدا العوده لكل شيء واحد المره كنت اشاهد التلفزيون ف لم اكن متحكما في الشاشه ولا عندي الريموت فرايتك تطوف في احدى ساحات بغداد ومعك عمال ورشه فقلت هل صار نصير مهندس مدني في بغداد لا بس بغداد تستحق من ابنائها انه يحط يضعوا علاقاتهم ذوقهم مستواهم وخبراتهم كلها في في أن تكون بغداد يعود لها الألق قدمت مبادرة اسمها مبادرة ألق بغداد وتبناها بالكامل رئيس الوزراء الدكتور العبادي تبناها قلت له ما فلوس منك ولا من الحكومة أريد فقط تسهيلات لوجستية موافقات أريد أن نبدأ بساحات بغداد أخذنا عشرين واحد ميدان سهل. في بغداد مم. وعملنا ما يسمى بنظام سيستم جديد للعمل وهذه الساحات راح يلحقها متاحف ثلاثة كبار راح يلحقها مسرح اليونسكو راح يكون قريبا جدا العمل فيه غابة بغداد أحد 500 دونم الدونم 2500 متر فاحنا بدينا يعني نضع ايدينا على المواقع اللي اللي ما بيها ربح بس يربح بغداد تربح والمجتمع العراقي يربح وتستحق وتستحق يعني شهيه طيبه كيف 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 ممتاز هذا ممتاز هذا بتاع البيستو ممتاز الان الطبخ بده يتغير بالعالم بشكل كبير جدا ما عادت الناس تروح للزيوت كثير المحروقه المقليه أه تشوف اسباب الامراض اللي بدها تصير بالعالم نتيجه المشاكل اللي تصير من الزيوت ومن الاشياء فالمطابخ بدها تتغير بالعالم وبحكم وجودي في برلين أشوف يعني كميه مطاعم لثقافات م. وهناك رغبه عند الانسان كبيره الان لان يكتشف ويجرب اشياء لاول مره يجربها ولذه الاكتشاف ما بعدها لذه الحقيقه يعني من المطعم المغربي الالماني ولكن المطعم الفرنسي ما علاقتك به؟ مطعم في غايه الروعه الفرنسي م. سريع جدا بسرعه ممكن يعمل لك طبخه ومذوق جدا ومقاديره دقيقه وبنفس الوقت كل شيء به مدروس ما, ما ممكن يحط شيء اوفر ابدا كل شيء على يعني على المسطره والقلم بس طبعا يعني من مطعم لمطعم فرنسي كثير فرق لكن هم سرهم بالصلصات صحيح الفرنسيين الفرنسيين والبل... والبلجيكيين ايضا عندهم نفس آه آه التقافة نفس الثقافه هذه بس هو الصلصه هي اللي تميز كثير طعم الاكل وبلا شك المطعم الفرنسي مطعم يعني مذوق جدا. صحيح، وانت عموما انت صداقتك مع فرنسا والفرنسيين قديمه ربما، من قبل ان تخرج من بغداد كان جاك سمعك شيراك سامعك وانت يافع. ايه سمعني جاك في باريس. آه في باريس؟ إيه كان عمده باريس. و وكان عمري 14 سنه. كنا رايحين مع الراحل المرحوم منير بشير الى باريس. وكنت انا امثل الجيل الجديد في العود فقدمت له يعني 14 13 دقيقه سولو سولو من ضمن برنامج في فنانين العراق الكبار كلهم وانا امثل الجيل الجديد هالحدود 14 سنه 13 سنه حسب مبق... ما اتذكر م... مبكرا سلمت المشعل من منير بشير كثير كان مبكر فبعد الحفله كان هو جالس احنا ما من... نعرف من هو بس هو عمده باريس كان. كان صحيح. بعد ما خلصت الحفله انا كنت في عمق الكواليس جالس على كرسي فهو اجى قال بالفرنسي لو بتيت بيزيسيان الموسيقي الصغير. وين الموسيقي الصغير؟ وين الموسيقي الصغير؟ ف اجى علي بوسني قال لي انت راح تصير يعني شيء مهم بالموسيقى. قلت له وانت راح تصير رئيس فرنسا لا والله والنعمه هذه والنعمه ف... هذه وكذلك كان اي كذلك هل كان. التقيت التقيتما فيما بعد أنت موسيقي لا. كبير وهو رئيس فرنسا ما لا يعني ما التقينا بس يعني القصة هالقصة لانه حركته وتصرفاته كانت تصرفات شخص مبادر شخص م. والمبادر هو اللي ممكن يستلم هو اللي ممكن ياخذ فقلت فانا قلت له اياها طبعا بالانجليزي يعني يعني فرنسيتي بسيطه يعني بعدين تعلمت فرنسي لكنه يعني ما زالت الانجليزيه افضل فقلت له انت راح تصير رئيس فرنسا فقال لي يعني ما معناتها واو هذا شيء عظيم اذا راح يصير <applause> يلا خلينا في النبات افضل <applause> مشكلتنا الحقيقيه عزيزي نصير هو ان ساحتنا الفنيه في الغالب تتبرم من المعرفه والحال انه يعني مثلا كموسيقي لكي تتدرج المقام الموسيقي تحتاج الى معرفه والا فسيبقى الواحد مجرد الات يعني صحيح. ساطر يعني صحيح كل كل اصناف كل اشكال الحياه تحتاج معرفه لا فقط م. الفنون دائما نقول حتى الصنايع يحتاج معرفه حتى يعرف ولذلك العالم ده يتطور على يد صناعيه احيانا هم اللي ده يبتكروا موديلات جديده للسيارات ويبتكروا معدات ويبت... هذا كله معرفه كله لانه في ناس تفتح كتاب وتقرا واللي يقرا يعرف ايش ده يصير كاميرا في... مان يريد يشتغل يعرف شنو اللي ينزل جديد شنو الفلاتر شنو العدسات شنو الكاميرات الجديده شنو الريزوليوشن العالي شو شن... كل شيء يحتاج معرفه في الحياه فكيف اللي هي اهم قصه في في التخاطب مع العقول عبر السمع اللي هو السمع قبل كل شيء يعني دائما السمع والبصر في كل ايه في كل حديث في لانه السمع انت من خلال السمع ممكن تشوف وانت مغمض اذا تعرف تتعود على صوتي بس تسمع صوتي راح تعرف هذا نصير مثل ما انا اعرف هذا ياسين هذا معنى انه السمع تقدر تشوف به بس العين ما تقدر تسمع فيها صحيح، في الحقيقة إضافة إلى أبحاثك العامة في الموسيقى، يعني الأسلوبية في الموسيقى، هناك بحث خاص لك على مستوى العود. وأنت اشتغلت على عود زرياب. الوتر الخامس الذي أضافه زرياب، يعني هل كان مجرد وتر أم لعله فتح الموسيقى العربية؟ هذا سؤال مهم، مهم لأنه الناس تعتقد أنه يعني شو يعني أربعة صارت خمسة. لا الموضوع مو بهالشكل الموضوع عند العلماء اللي كانوا شراح مثل الفارابي والكندي وابن سينا كلهم كانوا يتعاملوا بنظرياتهم عبر العود كانوا مصنفين الاربع اوتار على الاشياء الرئيسيه في الجسد صحيح على الماء والنار والهواء هذه تفسير والتفسير الثاني على القلب وعلى الرئتين وعلى العقل فاجا زرياب حط الدموي اللي هو الدم اللي ينتشر بالجسد ويسمح حي الجسد وهكذا هو الوتر هذا الخامس هو أضاف الوتر الأوسط اللي هو الري وسط العود يعني كان خمسة هو الوسطاني أضاف زرياب الوسطاني هذا الوتر الحقيقة كمل العود تماما وسماه دموي نسبة إلى أنه الشرايين يجري سريف. فيها الدم تحتي كانه يصل كل تلك يصل الاعضاء كل طبعا الأخرى. يصل هذه الاعضاء اللي كان هم يوصفوا كل وتر فيها اضيف من 200 سنه تقريبا الوتر السادس بس اضيف مثل خطا شائع يعني اراد عازف اسمه محمد سالم بيك ان يضيف صوت باص للعود فما كان المشط اللي كان عنده مشط اللي مشدوده فيه الاوتار ما كان في فراغ بالمكان الطبيعي اللي المفروض يضيفه اللي هو بالقرار من البدايه فاضاف بعد الوتر الاخير الجواب لانه في مساحه في المشط اللي تشد فيه الاوتار والخطا استمر وصار كل الصناع يعمل العود محمد سالم بيج على يبدو قبل التسجيل الرجل كان فيبدو انه كان عازف شاطر فالصناع صار يصنعوا مثل عوده والعازفين يقلدوه واستمرت هذه القصه الى الا الثمانينيات اجيت انا شفت الموضوع قلت هذا الموضوع مو علمي هذا الموضوع غير منطقي السلم ما يطلع بالعكس السلم يطلع بهالشكل من الدرجه مثل السلم السلم اللي يصعد عليه الكهرباء او شيء عريضه بالبدايه حتى يستند وتبت تصغر الى القمه نفس الشيء الصوت يبدي قرار وينتهي حاد جواب فمن شلت الوتر ورجعته بمكان اللي المفروض يكون فيه زعل استاذ منير بشير زعله كبيره وصار عصبي وصار يقول لي إيه انت شايف نفسك احسن من اساتذتنا احسن من عدنا احنا كنا نعزف على هذه الطريقه قلت له ما له علاقه بالاحسن العلاقة بالمنطق ما في سلم موسيقي يعني يمشي اذا تقول لي وين اذنك اقول لك هذه ما اقول لك هذه إذن فهو بالشكل عامل الموضوع بس عجيب ولكن هناك عود اخر يعني يكاد يكون عودا اسطوريا وهو العود المثمن للفرابي. عود الفارابي نعم هل هذا العود في تقديرك يعني كان عودا حقيقيا لا ام مجرد فكره في خيال الفارابي؟ لا مو مجرد فكره كان ورقه بحث على يعني مخطوط عمل الفارابي وكتب عليه مكتوب في اسفل المخطوط يعني هو طموح هو طموح بس هو بس هو شيء علمي كبير مكتوب في اسفل المخطوط اخر اختراع لامام العلم الفارابي واهداه انذاك للوالي قدم له هدية في في مولد ذكرى عيد ميلاده يعني اهدى لها هذا المخطوط وهنا تشوف اهمية الوالي عقل الوالي واهمية العالم انه اهدى له مخطوط ليعود مستقبلي يعني شوف ترى هذه هذه العلاقة لازم واحد يدرسها زين يعني انت الان لما تجي تهدي الحاكم غبي هدية مثل هذه ممكن يرميها بوجهك يقول لك شو جايب لي هذا؟ شو اسوي به انا؟ بس الوالي انا ذاك اخذها واحتفظ فيها لانه جايه من عالم كبير وكتب عليها هذه مهدات الى الوالي وبقيت محفوظه هذه في مكتبه في ايرلندا الى ان حصلنا على نسخه منها وحققناها يعني و... 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 تحققت العود. المخطوطه ولكن العود. يجب ان يتحقق الحلم ايضا الحلم تحقق وقدمت العود هذا باسم الفارابي سميت العود العود الفارابي المثمن وقدمت سنه 86 باحتفال كبير في بغداد وكان مناقشة مفتوحة مع كل النقاد والموسيقيين الكبار وانتهت بوقوفهم تصفيق جميعا وده. نحن أيضا س... يعني أنا أيضا سأقف تصفيقا لك ولكن بعد ما أسمع مقطوعة تعيدني إلى الفرابي روح الفرابي لكن هذا العود ستة هذا العود ستة إيه هذا ستة أوتار مو ثمانية لأنه لو لو مخبرني كان جبت العود المثمن إذا هو عندك هو موجود ويت. طبعا في القاهرة طبعا موجود المرة الجاية المر... 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 <applause> إن شاء الله المرة الجاية <applause> إن شاء الله طبعا الفارابي كان يعزف بدون مضرب بدون ريشة كان يعزف بأصابع الخمسة يعني المضرب كان اسمه مضرب سواه فار... سواه قبل زرياب ب 100 سنة وزرياب كان يعزف بمضرب يسمى ريشة هو اللي غير المضرب من خشب إلى النسر إلى ريشة النسر من جناح النسر وطريقتين كانت موجودة مع العود: طريقة العزف بالأصابع الخمسة وطريقة الريشة اللي كنت أعزف بها thank you